السلام عليكم. الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير، باسكم اسي المحسنين تعاونوني انايا في هذا الشيء اللي وقع ليا انايا، في هذيك السيده هذه وقعت ليا. كنت خدام بخير وعلى خير بالموتوري، خدام في المارشي، كنز البلايص بالمارشي بالموتور. هزيت واحد الكليان من المارشي ديتو المحطه ديال ولاد زيان، وصلت وحطيته تما. يلا خرجت باش نطرق من ديونه باش نطلع لهنا للبلديه اللي عندنا، البلديه السيمه العثمانيه، باش نطلع المحالي. ضربني طاكسي وهرب، طاكسي حمر ضربني وهرب. انا ما عرفتش واش طاكسي حمر ولا ابيض، ما قالوا لي الناس طاكسي حمر. ضربني وهرب، تهرس هرس من رجليا بجوج ربعات الهرسات، ومضروب في الراس. بقيت مليوح تما كاينه دكريسيت، مشى ليا الموتور، مشاو ليا الوراق، مشى ليا كلشي. بقيت مليوح في السبيطار، البوليس ما جاوش عندي، ما سولت، قالوا لي البوليس جاو عندك السبيطار لقاوك مغيب، ما بقاوش جاو عندي من عيد الميلود ما جاوش عندي. انا في السبيطار مشيت للسبيطار، كنت ما كنوش ديال الكروسه ديال المعوقين، ديال الكروسه ديال المعوقين. نعس في السبيطار في ميريزكو، كندير في السبيطار في ميريزكو، نعس في 30 حدا لامور، في كيف كيغسلوا الموتى في 3 تما، كندير الترويض. توقفت على رجليا، وقفت على رجلي درت الترويض بكرسي المعوقين. توقفت على رجليا من عيد الميلود حتى شعبان، من عيد الميلود حتى شعبان، تقارب رمضان. مشيت عند البوليس، دوبوا الطاكسي دور معاهم، دوروا لي على داري انا. هي تاكسي طالعه فوق التطوار، والتطوار فيه في المحطه ديال الزيان، التطوار في كل شجر، في كل حاشاكم طوار ديال الزبل. كي غندير انا نطلع فوق التطوار؟ انا ما شفار، ما خوان، ما قتال، ما والو. كنخدم على بنتي انايا في المارشي كريو، كنخدم عليها هي باش كنعيشها ونوكلها. وهي دابا هي زادت عندي، عندها توحيمه، عندها توحيمه في وجهها ولا فيها الزغب، وتكبر كتكبر كبر معقده. كلشي كيشوفها كيضحك ليا، كيضحك عليها. الدراري الصغار كيقول لي عمي واش هذيك الصباغه، واش هذيك الجير، شنو هو داكشي؟ وفي رجليها، وفي حجرها، وفي مصاصتها، وفي فخادها، كلهم طراسيه وفي راسها، وكثر هي اللي في وجهها فيها الحبوب. وطالبين ليا الفلوس، شي كيقول لي 3 المليون، شي كيقول لي 4 المليون، وانا ما في حاليش، انا ما كرهش، انا ما نصحش. وخاصه القوي الباس، وخاصه الدوايات. انا دابا ديت الصباح ضرب البرد وطلعت السخانه، يلا مش ديت الصباح، ديت الصباح عطوني القوي الباس، وخاصني نشري لي دواء اخر وما عنديش، عندي الله وعندي التوبة، تعاونوني وتساعدوني. رجع ربي يسهل عليكم، الله يرحم ليكم الوالدين، الله يخليكم بعزة ليكم، ونتابعني الكرو والموت وليكوش والحليب للدنيا الصغيرة. هيا بنتي شو حالتك كديرة، وليد فيها الزغب في حبوجها، وليد فيها الزغب. كون كان ولد ما يهمنيش، يكبر يولي أخ، ويصلي، ولكن بنت تكبر ليا معقدة ليا، وهي اللي عندي، وعندي التوبة. عندي نتوما والله سبحانه وتعالى، بغيتكم تعاونوني، الله يجازيكم بخير، تعاونوني على هاد البنية هادي، الله يرحم ليكم الوالدين. أنا ما تهمنيش صحتي، أنا صحتي، تهمني بنتي، هي اللي عندي. الله يخلي ليكم وليداتكم، الله يخلي ليكم بعز عليكم، الله يجعل ربي يحفظكم. أبنتي أبنتي بنتي يا كلشي، بنتي نموت عليها، أنا طبت وعييت، وعفى عليا الله، عايش في حال، عايش في الجحيم، لازم بنتي نخرج نطلب بيها، تجيب لي ليكوش، تجيب لي الحليب، عندي الله، وباقا صغيرة، تسنان ما عندهاش، وتا النهاية ما كديرهاش، النهاية هي الفوطة اللي هازة في يديها، هي النهاية، الحية ديالها تبدا تبكي. وهانتوما شوفوا، شو كي قاعد دير ليا، شو كدير عليها، شتيها كنحيدها لها، كتبدا تبكي، ملي كنطق ليها الفوطة كتسكت، هي النهاية عندها، والو ما عندي والو، عندي هانتوما، وما عندي والو. والله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، بغيت المحسنين تعاونوني، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجعل ربي يسهل عليكم ويخليكم وليداتكم، واسمحوا لي بزاف، الله يرحم لكم الوالدين. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية، أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، مكينات،
تريد الترويج لها، هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.